بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد، بداية لا بد أن نهنئ أنفسنا ونهنئ العالم الإسلامي في أو بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً النبوة هي تشخيص الوحي، والوحي يعني هو اتصال المؤمن بدينه حقا والتزامه به تماما. فلذلك الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا واجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع، أقله أن يفرح بهذه الذكرى، أقله أن يفرح بهذه الذكرى، ولا حد لأكثره. نحن اليوم في معركة غير المعارك التي كانت من قبل على المسلمين، ليست معارك دماء ولا معارك حروب ولا استباحة أراضي، وإن كانت هذه موجودة أيضا، ولكن أنا أقصد العقيدة الإسلامية، أقصد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نحن في مواجهة حرب عنيفة جدا يشنها علينا من يسمون بالحداثيين، أصحاب هذا الفكر الذين لا يرون في النبي عليه الصلاة والسلام أي خصيصة، لا يرون فيه عصمة، ولا يرون فيه صدقا، ولا يعني يعدونه رجلا كسائر الرجال، وهم يدعون طبعا الإيمان. حرب على النبوة، لأن الطعن بالنبوة هو طعن بالدين أصلا، طعن بالإسلام كله، طعن بعبادة الله، لأن الأصل في كل ذلك هو الوحي الذي عرفنا بالله وعرفنا بما يجب علينا من طاعات وعبادات. فالطعن بالنبوة يعني الطعن بكل الإسلام، الطعن بعصمة الأنبياء يعني الطعن بالشريعة من أولها إلى آخرها، ولو يعني ألبسوا ذلك لباس اللف والدوران ويعني لباسا فلسفيا لا قيمة له، يفصل بين التشريع وغير التشريع وكذا وإلى آخره، هو يعني هدفه من كل ذلك أن يطعن بالنبوة، هدفه أن يطعن بالنبوة أصلا. فلذلك الاحتفال والفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة، إن كان مجالس للسيرة النبوية أو الشمائل المحمدية، وإن كان احتفال في المديح والشعر، وإن كان غناء بمعنى الكلمة، غناء للتغني بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو مؤتمرات أو ندوات أو تزيين الشوارع والحارات والأماكن، هذا يعني هذا أصل صار في هذا الوقت، صار ملازم للفرح والاحتفال. يعني ما معنى أني أنا فرحت وما في آثار الفرح؟ كيف فرحت بالنبي عليه الصلاة والسلام وما في آثار للفرح؟
كيف؟ هذا كلام كلام باطل، كلام غير صحيح، كلام كذب. دائما الفرح يبدو عليه أثر الفرح، فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أليس النبي عليه الصلاة والسلام من فضل الله؟ هل يشك أحد في ذلك؟ وذكرهم بأيام الله، أليس يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من أيام الله؟ أليس هذا اليوم أو يوم الوحي أو يوم نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أليس من أيام الله؟ أو يوم الهجرة، بداية انطلاق المسلمين وانتصار المسلمين، أليس من آيات الله ومن أيام الله؟ فاليوم لزاما على كل مؤمن أن يظهر فرحه بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يسكت هؤلاء الذين يريدون تشويه مقام النبوة، تشويه مقام الوحي، حتى يسكتوا عن يسكتوا لا بال يعني تسكت ألسنتهم، لا، يسكتوا حقا وفعلا، لأنه الموج الجارف لا يدع لي أحد يعني أي مجال للوقوف أمامه. ويأتي بنفس الوقت يأتيك بالطرف الثاني صغار العقول، أو ما في صغار، ما في عقل أصلا بالمرة، ويقولون هذا حرام وبدعة وبيجوز وما بيجوز. فهذا مع الأسف هي معركة ما لح تنتهي، لأنه هي في الأصل معركة بين الحق والباطل. معركة الحق والباطل لا تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لا تتخيل في يوم من الأيام كل الناس مسلمين، كلهم بيحبوا الله، كلهم بيحبوا النبي، كلياتهم ملتزمين، هذا الحال ما صار حتى في زمن الصحابة، ما صار حتى يصير في زماننا أو في زمان سيأتي. المعركة بين الحق والباطل لا تنتهي. هذون يعني ضدين ما بتمشي الحياة بدونه، حق وباطل. فلذلك لا تفكر أنه ينتهي هذا الأمر، لكن أنت عليك أن تؤدي الواجب، ولا تتعب نفسك أيضا وتتعب أعصابك وأنت عم تدافع عن ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتعب أعصابك، خليهم هن يتعبوا، أنت احتفل، أنت فرح، أنت أعلن احتفالك وفرحك وسرورك وبزي ما استطعت، خليهم ينطحوا الحيط، اللي ما عجبه خليه ينطح الحيط. فإذا هذا الأمر يعني صار اليوم الفرح من الواجبات على كل مسلم. نحن في معركة عنيفة جدا لمحو النبوة وآثار النبوة. طبعا لن يفلحوا، ولكن يجب أن نقابلها بتعظيم وتقديس وتمجيد النبوة المشخصة بالأنبياء وبخاتمهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي يجب أن نقوم به جميعا، سواء عملت احتفال مولد أو ما عملت، عملت مؤتمر أو ما عملت، عملت جلسة أو ما عملت، لكن كل الطرق أو كل الأحوال يجب أن تظهر فرحك بما تستطيع. إلا الآن في حركاتك الصغيرة على الفيسبوك منيحة، معلش، يعني أقلها أنك أنت تكتب شعر للنبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن فرحك، تعمل بوست صغير، تعمل صورة صغيرة أنك أنت فرحان بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر شمائل، تذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أقل ما يمكن أن تفعله، هذا ما بيكلفك، لأنه في ناس بتخاف من الدفع، تخاف من الإنفاق،
إيه هذا ما بيكلفك إنفاق، وإن كان المحب بينفق ما يملك في سبيل الفرح بمحبوبه. اللي بيخطو بيصير أبدا جيبته فاضية على طول، هو على فايت جايب هدية وطالع جايب هدية، ما هيك ولا لا؟ وفرحان ومبسوط، ليش؟ لأنه خطب. فكيف فرحك بده يكون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بتحاسب ولا بتقول نفقة ولا تفكر بهذه الأمور؟ لا. فالله يجعل هذه المناسبة يعني تعود خيرا على المسلمين، وهي حتما ستعود خيرا على المسلمين. يعني الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا إعزاز للدين وتمجيد للدين ونصرة لهذا الدين، ولو كان هذا يعني حال المفلسين أنه نحن بس بدون أعمال، يعني لازم ننصر الإسلام ونعز الإسلام، هلأ ما بإيدنا شيء الحمد لله الحمد لله. فلذلك إذا ما بيدنا أن نفعل الكثير فلنفعل القليل. الله يتوب علينا ويغفر لنا، وإن شاء الله تكون هذه المناسبة إن شاء الله تعالى يكون فيها حياة لقلوبنا، إنك إذا فرحت بفضل الله عز وجل ولئن شكرته لأزيدنكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.